السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه دريم ماشين. الموقع دوت بيحول لك البرومت اللي انت بتكتبه او الصورة اللي هترفعها له لفيديو، وممكن نستخدم حاجة اسمها انهانس برومت، بيبدأ ان هو يحسن لي البرومت. يعني ممكن كنا كاتب مثلا ايه طفل وسكت، فهو بقى يقول لي ممكن احسنها لك، اخليها طفل عربي طفل مصري وهكذا. فانا هدوس هنا تمام. وفي حاجة برضه هسيبها لكم اسفل الفيديو، حاجة اسمها برومت جايد. هم عاملين برومت جايد يعني نصايح عشان لو انت بتحول التكست لفيديو، تبدا ان انت تحاول تستخدم كلمات دقيقه بحيث ان انت تعمل فيديوهات جميله بالشكل دوت تمام. الموقع انا مشترك فيه بقى كذا شهر، كل شويه بيتحسن تمام. طيب شوف، هناخد بقى الكلمه دي الاثار المصريه، وهنشوف هنعدلها فيها ازاي، ونيجي هنا ونخليه يعمل لنا الفيديو. دي فيديوهات انا عملتها قبل كده تمام، دي فيديوهات خاصة بي انا كنت عملتها تمام. دي انا رفعت له صورة وهو عمل لي الحركة ديت، قلت له خليني اتكلم وحرك راسي وكده لوك اراوند، فعمل لي صورة بالشكل دوت. دي انا صورة انا رفع له صورة وهو بدأ ان هو ايه يغير فيها تمام. دي انا قلت له طفل عربي من غزه بيضحك تحت الميه، فعمل لي بالشكل دوت. هنا واحد بيلعب شطرنج، انا من الناس اللي بتحب الشطرنج تمام، فبحب اعمل فيديوهات كده سريعه. ده يعتبر اول فيديو عملته، هتلاقي فيه اخطاء كتيره، الاخطاء بتقل كل شويه. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نعمل، وخليها بالشكل دوت. لو انت عايز يلتزم بالكلام اللي انت كاتبه بالظبط وما غيرش فيه، شيل العلامه بتاعت انهانس برومت تمام. وممكن اجرب كلمه انا كنت عملتها قبل كده واشوف هتطلع ازاي. يعني ممكن مثلا ناخد ديت، اكيد مش بيعمل لك نفس الفيديو، هو بيعمل حاجه خاصه بيك انت، بيبدا بقى هو يبتكر صور خاصه تمام. ونشوف الفيديوهات اللي هتطلع. صراحة فعال، ما طلبش مني فلوس، كل اللي انا بعمله ده من حساب مجاني، ما فيش اي فلوس خالص تمام. ممكن نرفع له صورة ونقول له ابدأ اشتغل عليها، هو غالبا بيقول لي استنى شوية، ما ينفعش اكتر من اتنين، اهدى شوية. تعال نشوف الفيديو اللي اتعمل. لا بصراحة أفضل بكتير جدا من النتائج اللي كانت بتيجي زمان تمام. حركة المية كويسة، يمكن الدب ما بتحركش، فدي نقطة برضو إيه تحسب عليه. هو بيحط علامة مائية مادام مجاني، لكن العلامة المائية صغيرة يعني ممكن محدش ياخد باله منها. تقدر تعمل داونلود تمام. عندي هنا اكستند يعني هزود عدد الثواني مثلا، يعني تقدر تزود شوية. تكتب برومت بقى، تقول له انا عايز في الثواني الاضافيه بعد اخر فريم عايزه يعمل حاجه معينه، وتبدا بقى تكتب له عايزه مثلا يتحرك، عايزه يلعب زي ما انت عايز. فتقدر تعمل اكستند لحد ما توصل للفيلم اللي انت عايزه. يعني هنا اخر مشهد هيبدا ان هو يكمل عليه. تقدر تعمل ديليت، تقدر تقول له انا عاجبني ده تمام. طيب الموضوع نيجي هنا، ده الموقع، دي نماذج كتيرة لشغل هو عامله تمام. فواضح ان في تطور جامد في الشغل. الميزة ان انت تقول له ممكن عايز اطفال ماسكة بلالين مكتوب فيها كلمة مثلا معايز او اي كلمة، هو يبدأ ان هو يعملها لك، فدي حاجة ممتازة. دي بقى السعر الاشتراك، لو انت بالنسخة الفري اللي انا شغال بيها، ده هيبقى 30 فيديو في الشهر تمام. ستاندرد تمام، ب 8 دولار تقدر تحصل على جودة اعلى. هنا نون كوميرشال يوز، نون كوميرشال يوز يعني انت لو عملت اي حاجة ما اعتقدش ان هو يعترض عليها يعني تمام. لكن لو منتج مثلا وهتكسب منه فلوس او حاجة زي كده، فالافضل ان انت تخش على دوت 24 دولار في الشهر، وهيحذف لك
الووتر مارك، تمام. وفي طبعا اصدارات تانية بالشكل دوت، فانا شايف خليك في دوت، الا لو انت راجل محترف بقى ممكن تطلع لحاجة افضل.